كيادي عراقي من داعش إلى لبنان لبناء شبكة إرهابية. ويعرفون حدا الله، والله هاي لبنان لكنا فلتنا مليلة من رئيس هيك الأصغر جندي. كيف تم استدراج العراقي ليقع في فخ الأمن اللبناني؟ اضطر يبيع فرش بيته ليشتري رشاش وبعض القمر. التحقيقات في عمليات المبسوط في طرابلس انتهت. من لبنان بلد منسوب بالمعنى الأمني. اللائحة السوداء مع رياض طوق الاثنين 10:30 على الـ MTV.